ليس امام الجيش العربي السوري وليس امام الحلفاء سوريا الا المتابعه بالتحيه بالقوه العسكريه، وهذا ما سيحصل. جبل الزاوية والاوتوستراد الدولي انصور وغيرها من المناطق في ادلب باتجاه الحسم. بدأت ماكينة النظام الإعلامية حملة ترويجية لحرب مقبلة في إدلب عقب إنهاء عملية التسوية في محافظة درعا، حملة تزامنت مع عمليات قصف عسكري روسي استهدفت قرى جبل الزاوية خلال الشهرين الماضيين وخلفت العشرات من الضحايا المدنيين. رافقتها تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يتوعد فيها إدلب بقوله: هناك بؤرة إرهابية واحدة متبقية في سوريا وهي إدلب، ولا مشكلة بمكافحة الإرهاب هناك. الطيران يعمل الآن الروسي والسوري، وهي في الحقيقة رسائل سورية روسية لأردوغان قبيل اجتماعه مع بوتين في يوم الأربعاء القادم. هذه الحملة سبقت لقاء سيجمع غدا الأربعاء الرئيسين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، حيث سيتصدر الملف السوري هذا اللقاء وفقا لما صرح به وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو. يتساءل كثيرون: هل ستشهد إدلب معركة عسكرية أم سيكون هناك توافقا جديدا بين أردوغان وبوتين؟